عمرك، ماذا صنعت فيه؟ العمر المدة التي مكثتها في هذه الحياة، هل أنفقتها وصرفتها فيما يرضي الله جل وعلا، أو فيما يغضبه، أو في المباح والإكثار منه، ولم تلتفت إلى ما ينفعك في الآخرة؟ لا بد من السؤال عن عمره فيما أفنى، ماذا صنعت في هذه المدة، مدة بقائك في الدنيا؟ والعمر إذا لم يفنى فيما ينفع في الآخرة فلا قيمة.